بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته في كل مكان. ألتقيكم على الخير والبركة في هذه الفقرة المباركة، وهي فقرة ببساطة. في هذه الفقرة نحاول أن نتحدث عن الصيام المحرم. أحبتي، هناك صيام واجب كصيام شهر رمضان، وكصيام الكفارة في الإفطار المتعمد، فهناك أفراد للصيام الواجب وهناك أفراد للصيام المستحب، وذكرنا مجموعة منها. وهناك صيام محرم، من أفراد الصيام المحرم؟ ما هي أفراد الصيام المحرم؟ أو من هذه الأفراد هو صوم اليوم الأول من شوال، لأنه عيد أحبتي، عيد الفطر، ولا يصح الصيام في يوم العيد. إذن ففرد من أفراد الصيام المحرم هو صوم يوم الفطر، وهو اليوم الأول من شوال. كذلك صوم اليوم العاشر من ذي الحجة، لأنه أيضا يوم عيد، فلا يجوز ولا يصح صيامه، لا يجوز صيامه، لا يجوز الصيام في هذا اليوم لأنه يوم عيد. كذلك صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن كان في منى، فأيضا لا يصح منه لأداء مناسك الحج، فلا يصح منه أو لا يجوز منه الصيام، لا يجوز الصيام في هذه الأيام. كذلك من أفراد الصوم المحرم هو صيام الزوجة، صيام الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين، كقضاء شهر رمضان. قضاء شهر رمضان هو واجب ولكن ليس معين، فبالإمكان أن تؤجل الصيام في أيام أخرى، يعني واجب موسع وليس واجب مضيق. فصيام الزوجة تطوعا أي استحبابا، أو صوم واجب ولكنه ليس معينا وكان منافيا، هذا الصيام منافيا للحق الشرعي للزوج، فهذا أيضا يعد من الصيام المحرم، فلا يجوز لها. كذلك إذا نهاها الزوج عن الصيام المستحب فيجب عليها أن تنتهي، إذا لم تنتهي عن هذا الصيام فأيضا يكون هذا من الصيام المحرم. أحبتي، يجب أن نلتفت إلى هذه الأمور أحبتي، لأن هذه القضايا هي من الأحكام الشرعية، هناك واجبات وهناك حقوق، هناك حقوق للزوجة. هذا لا يعني، هذه المسائل لا يعني أن هذه المسائل جاءت لظلم المرأة أو لظلم الزوجة أبدا، بل هذه المسائل جاءت لتنظيم الحياة أحبتي. كما أن للزوجة حقوق وواجبات وعليها واجبات، فله حقوق ولكن عليه واجبات اتجاه الزوجة، فعليه أن ينفق عليها، ويجب عليه أن لا يظلمها ولا يشاكسها ويراعي مشاعرها. إذن فكما أن على الزوجة واجبات ولها حقوق، فكذلك على الزوج له حقوق وعليه واجبات أحبتي. فهناك تنظيم إلهي لهذه العلاقات أحبتي، الإسلام جاء لتنظيم العلاقات وليس لظلم المرأة أو لظلم الرجل أبدا كما يصورها البعض، فلا بد أن نلتفت إلى هذه القضايا. فهناك إذن أمور إنما شرعت في الشريعة المقدسة لتنظيم هذه العلاقات، فالشريعة عندما تأمر المرأة أن تطيع الزوجة هو من أجل النظام أحبتي، حتى تسود هذه العلاقات وتبقى قائمة هذه العلاقات، فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دمتم في رعاية الله وحفظه، ألتقيكم إن شاء الله في فقرات قادمة، في أمان الله.